إذا الاحتفالات في كل مكان وفي سوريا، يعني مع وجود هذا الزخم من الحرب وهذه الاشتباكات، لكن مسيحي مدينة الرقاء يحتفلون بأعياد الميلاد وسط ركام مدينتهم التي تحررت من تنظيم الدولة الإسلامية داعش، لأنهم يحتفلون أيضا يشاركهم المسلمون بأعياد الميلاد في هذه المدينة التي تم تحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي للمرة الأولى منذ عام 2014 وسط المباني المدمرة. هناك رجال مسيحيون كانوا يرتدون زي سانت كلوز أو بابا نويل ويقومون بتوزيع الهدايا على أطفال مدينة الرقة. علت أيضا أصوات كنيسة الشهداء هناك بالتراتيل رغم الدمار التي أصابها وسط أجواء من الفرحة ما بين هذه المباني المدمرة. تجول الرجال كما قلت هم يرتدون أزياء بابا نويل، وأيضا تقرع الكنائس هناك بالأجراس في كل مكان. إذن هناك يعني عادات مختلفة وثقافات مختلفة أيضا في الكنائس المختلفة. أيضا هناك أصوات التراتيل التي تنطلق من أجهزة التسجيل. تخيلوا التراتيل تنطلق من أجهزة التسجيل في هذه المدينة التي كان يخيم عليها الحزن منذ عام 2014. شهد عام 2017 إنجازات عدة حقيقة في مصر للمرأة المصرية في مختلف المجالات مثل العلوم التكنولوجيا والفن، حيث لقب الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 بعام المرأة. في هذا التقرير نستعرض معكم بعضا من هذه الإنجازات. احتفاء بعام المرأة وتقديرا لدورها في تنمية المجتمع، شهد عام 2017 عددا من النماذج الإيجابية للمرأة المصرية في مختلف المجالات مثل العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال والفنون، حيث تبنت سيدات وفتيات العديد من المبادرات المجتمعية، من ضمنها قيام مجموعة من الفتيات بتعليم قيادة السكوتر في شوارع القاهرة بهدف الحد من الازدحام المروري. وغيرهن قمن بالتركيز على فكرة إعادة التدوير بأشكال مختلفة وإعادة تدوير مخلفات البلاستيك والورق وبواقي القماش وتحويلها لمنتجات جديدة ومتنوعة، وإعادة تدوير مستلزمات المنزل القديمة وتحويلها لقطع فنية. واستطاعت المرأة أيضا وضع بصمتها في مجال البحث العلمي، حيث قامت أستاذة بالجامعة الأمريكية بالإشراف على بحث علمي يتناول اكتشاف إنزيمات جديدة بأعماق البحر الأحمر تصلح لاستخدامات متعددة كصناعة الدواء. الدكتورة منى الصرفي إحدى الباحثات في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا من أبرز النساء بعام 2017، حيث حصلت على جائزة من مؤسسة اليونسكو عن بحثها لاكتشاف جينات جديدة لعلاج الطفرات الموجودة بالحمض النووي في جسم الإنسان لمساعدة الأطباء في تشخيص وعلاج بعض الأمراض. أما في مجال الفنون فقد تنوعت النماذج بشكل كبير، حيث قامت إحداهن بإعادة إحياء الفن والتراث الإسلامي عن طريق دمج نوعين من الفن، الخط العربي والزخرفة الإسلامية بالرسم على الصواني الألمونيوم، وأخرى قامت باستخدام قشر الخشب في رسم بورتريهات لوجوه فنانين من السينما المصرية، وشاركت بلوحاتها في العديد من المعارض والمسابقات. كما كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي مصممة الجرافيك غادة والي خلال فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، واختارتها مجلة فوربس العالمية مؤخرا لتكون ضمن قائمة تضم 30 فنانا تحت سن 30 لعام 2017، بالإضافة إلى أنها صنفت كواحدة من أفضل 100 مصمم جرافيك في العالم من قبل جمعية الفن المطبعي في شيكاغو. هذه نماذج لعدد من السيدات التي ظهرن بشكل فريد بدورهن في المجتمع المصري عام 2017، حيث استطعن تغيير المعتقدات النمطية عن قدرة المرأة على العمل، بل وتميزن في العديد من قطاعات العلوم والتكنولوجيا.